وانا عايز اقول لكم على حاجه ومش عارف انا موقفكم كده اخليكم تخشوا ولا ايه، لكن اصليه مطلب عندكم يعني. فلكن خليني اقول لكم كلمه، سينا مساحتها 60,000 كيلو، احنا في مصر تقريبا عايشين تقريبا يعني على 60,000 كيلو برضو، مش كده تقريبا. وده مهم قوي ان انتوا يعني كل اللي بيسمعني سواء كان مصري او من اهالينا في سينا يسمع ده. احنا مصر كلها كسكان متجمعين على 60,000 كيلومتر تقريبا يعني، بنحاول نزودها ونخليها يعني 12% ولا حاجه، وده خطتنا في المدن الجديده. لكن عايز اقول سينا لوحدها 60,000، وعشان كده عشان بس يعني زي ما اتقال على مدى السنين ما تعملش تنميه كبيره فيها، لان كان حجم التكلفه على عشان تعمل بنيه اساسيه في 60,000 كيلو، عايز تعمل شبكه طرق، عايز تعمل محطات كهرباء، عايز تعمل كل الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي واتعرض عليكم، عشان يتعمل على مسطح 60,000 كيلو او على في التجمعات اللي موجوده فيها تكلفته عاليه جدا، وده اللي اعاق التنميه خلال الفتره اللي فاتت. واحنا بنقول الكلام ده عشان يعني نشكل للناس اللي بتسمعنا فهم ووعي. طب انا بقول كده ليه يا دكتور مصطفى؟ انا عايز اقول لكم على حاجه، وانتوا واحنا هي الحرب بتاعت الارهاب خلصت؟ طب ما لغايه دلوقتي في حجم من الشائعات والاكاذيب والافتراءات غير طبيعي، اخرهم الكلام اللي اتقال خلال الاسابيع الثلاثه اللي فاتوا ولا الشهر اللي فات، لما اتقال ان قناه السويس، وكلام يعني انا عارف ان المصريين منتبهين لده ومش هيصدقوه، لكن اتقال كده، اتقال ان احنا بنفكر نبيع قناه السويس، وفي عرض مش عارف ايه، في حتى عملوا لي يعني جمعوا كلامي ده وعملوا منه فيلم كده وخرجوه على ان احنا الكلام ده. انا قلته يا محمد، قال لك بتريليون دولار الموضوع هيتباع بايه؟ تريليون دولار هنبيع القناه. بغض النظر عن الكلام دوت كارقام وكده، انا عايز اقول هتفضل العمليه عمليه محاوله عرقلتكم، مش انتوا بس، كلنا مصر مستمره وهتستمر. وبالتالي احنا محتاجين دايما، مش هقول وعينا يبقى موجود، لان الوعي الحمد لله رب العالمين موجود لدى كل قطاعات الشعب المصري، ولو الوعي ده مش موجود ما كانتش الناس استحملت معانا الظروف الصعبه والاسعار الغاليه اللي بتمر بيها مصر بقالها اكتر من سنه دلوقتي. وانا بعترف بده لان ده واقع احنا بنعيشه، احنا مش سببه صحيح، لكن في عبء كبير جدا جدا على كل اسره وعلى كل مواطن مصري دلوقتي نتيجه التكلفه العاليه اللي احنا بنعيش بيها.